بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وتغطية خاصة لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي، القمة رقم 120 في مباريات الدوري العام. بالتأكيد يوم حافل جدا، تغطية خاصة على شاشة قناة النادي الأهلي من أجل جماهير القلعة الحمراء في كل مكان. بالتأكيد هذا الحدث الكبير جماهير النادي الأهلي تنتظره على حر من الجمر، مباراة كبيرة جدا، مباراة بين الغريمين التقليديين، ديربي الكرة المصرية أو بالأدق كلاسيكو الكرة المصرية، الأهلي والزمالك. هي القمة رقم 120، لكن في الدوري العام هذه القمة تقام لأول مرة في شهر أغسطس، ولكن ضمن مباريات الدوري العام. فيروس كورونا وتأثيره على الدوريات وعلى كرة القدم العالمية والمحلية والإفريقية كان السبب أن يكون هذه المباراة تقام في هذا التوقيت من هذه الحقبة الزمنية، أن تقام هذه المباراة خلال شهر أغسطس. سبق قبل كده الأهلي واجه الزمالك في 4 مباريات خلال هذا الشهر، لكن كانت كلها مباريات كؤوس أو حتى كأس السوبر. الحمد لله شهر أغسطس يعني كان شهر فأل الحسن على النادي الأهلي، فاز بمباراتين وعمل نتائج جيدة، من ضمنها أيضا كمان كانت مباراة كأس مصر وكان عمل فيها مباريات كبيرة جدا، لكن المرة دي مباراة دوري. مباراة دوري ولسه المشوار طويل، مباراة دوري وانت لسه بتحاول تقتنص الـ3 نقاط لتأكيد الجدارة والاستحقاق والصدارة بالنسبة للمرحلة القادمة، وبإذن الله إن شاء الله يتسع الفارق بين النادي الأهلي وأقرب المنافسين، لأن النهاردة المباراة رغم أنها ديربي ورغم أنها كلاسيكو، لكن في نفس الوقت ليست مباراة بين صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني. في الطبيعي أو في المعتاد بتبقى مباراة الكلاسيكو أو الديربي ما بين بطل الدوري أو الوصيف وفارق النقاط قريب جدا، لكن خلال السنوات الأخيرة الكرة المصرية تحديدا الحمد لله الأهلي بيكون في الصدارة ومتسع بفارق كبير من النقاط، لكن في نفس الوقت بيكون نادي الزمالك يا إما قريب مع عدد النقاط أو حتى هناك فارق نقاط شاسع، لكن المرة دي احنا بنتكلم في حوالي 20 نقطة ما بين الأهلي والزمالك، والزمالك حاليا بينافس على المركز الثاني بين بيراميدز والمقاولون العرب، لكن الفوز النهارده يضمن للأهلي بنسبة كبيرة جدا يعني الاقتراب من تحقيق لقب الدوري رقم 42، وسيكون الفريق إن شاء الله على أعتاب الفوز باللقب وتحقيق اللقب خلال 5 مباريات قادمة إن شاء الله بإذن الله في حال الفوز اليوم على نادي الزمالك. هي مباراة دوري، مباراة بـ3 نقاط قد تحتاج فيها إلى الفوز بهدف أو الفوز برصيد عالي من الأهداف، هي في النهاية المهم أن تلعب للفوز يعني تحقيق الـ3 نقاط من أجل اتساع الصدارة مع نادي الزمالك. المباراة تقام على استاد القاهرة الدولي في تمام الـ9 مساء وبالطبع بدون حضور جماهير، صحيح بسبب موضوع فيروس كورونا، لكن جرى العرف خلال السنوات الأخيرة أو تحديدا خلال آخر 5-6 سنوات هذه المباريات تقام بدون جماهير، خاصة لما بتقام في مصر. اللهم مثلا كانت مباراة السوبر قبل الماضي اللي اتلعبت على استاد برج العرب وكان فيها حوالي 10,000 متفرج من جماهير كلا الناديين على استاد برج العرب، لكن بشكل عام جماهير الكرة المصرية تعودت خلاص خلال الفترة الأخيرة ان تكون هذه المباراة تلعب بدون جماهير. صحيح النهاردة في غيابات كثيرة جدا لدى فريق النادي الأهلي، لكن في نفس الوقت النادي الأهلي بيتميز عن اي منافس في الدوري المصري بروح الفانيلا الحمراء، العزيمة، الإصرار، القوة، الحماس من أجل إسعاد الجماهير في كل مكان. النهاردة في مواجهة خاصة بين السويسري ريني فايلر والفرنسي باتريس كارتيرون، بالطبع هي مواجهة حاسمة بين كلا المديرين الفنيين، لكن بالطبع فايلر لديه حماسة وسعي أكثر للفوز بهذه المباراة، أولا لتعويض ما حدث في مباراة السوبر التي أقيمت في أبوظبي قبل عدة أشهر، وفي نفس الوقت كمان لتأكيد الصدارة والاقتراب من حسم بطولة جديدة لريني فايلر مع النادي الأهلي خلال هذا العام، وهي بطولة الدوري العام، لأن فوزك بمباراة القمة وتحقيق بطولة الدوري على الأقل في الأسبوع الأول أو في منتصف شهر سبتمبر سيسمح لك بالاستعداد الجيد للبطولة الإفريقية خلال الفترة القادمة. يا رب بإذن الله يكون يوم سعيد على كل جماهير النادي الأهلي بشكل خاص وعلى جماهير الكرة المصرية بشكل عام، لأن في النهاية بنسعى إن المباراة تخرج في إطار الروح الرياضية، في إطار مبدأ الفير بلاي اللي بيطلبه فيفا للاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترات الأخيرة، وهو الشعار الأساسي للعبة وللاتحاد الدولي لكرة القدم. تغطية خاصة النهاردة لقناة النادي الأهلي بدأت منذ 10 صباحا ومستمرة حتى 1 من منتصف ليل الغد إن شاء الله، لأنها مباراة بالتأكيد مباراة كبيرة. بنسعى دائما في قناة النادي الأهلي إحنا نقدم محتوى إعلامي بإذن الله يكون جيد قدر الإمكان إن شاء الله، معانا شبكة مراسلين الحمد لله
موجودين في كل مكان، سواء في مقر إقامة فريق النادي الأهلي، سواء في استاد القاهرة الدولي، في مقر النادي الأهلي الرئيسي في الجزيرة، الفروع المختلفة في مدينة نصر، في الشيخ زايد، في معظم شوارع وأنحاء العاصمة هنا في القاهرة. بالتأكيد تغطية إن شاء الله هتكون على أعلى مستوى، وعلى رأس كل ساعة بإذن الله هيتكون في استوديو خاص وتغطية خاصة. الفقرة النهاردة معاكم في الثانية عشرة ظهرا بالتأكيد هتكون متعلقة بالأساطير، أساطير النادي الأهلي أو أساطير مباريات القمة. مباريات القمة تحديدا خلال السنوات الأخيرة أو منذ أن بدأت هذه المباريات، مباريات القمة دائما وأبدا بتكون هناك مولد نجم. دائما وأبدا قبل كل مباراة الناس بتبقى عارفة العناصر المميزة في فريق الأهلي، العناصر المميزة في فريق الزمالك، لكن في نفس الوقت بنجم بيصعد وبيظهر بشكل متميز جدا في هذه المباراة، سواء من الأهلي أو من الزمالك. لكن على مدار سنوات طويلة جدا كان النادي الأهلي تحديدا كان دايما عنده السبق في هذه الجزئية. مش هننسى مباراة في منتصف التمرينات لما جه في فترة من الفترات قرار من جهاز كرة القدم ومن مجلس إدارة النادي الأهلي ودفع بعدد كبير جدا من الصاعدين ومن قطاع الناشئين بعد إيقاف عدد كبير جدا من لاعبي الفريق الأول، واستطاع النجوم الصاعدين ولاعبي قطاع الناشئين في النادي الأهلي الفوز على الزمالك المدجج بأبرز النجوم في هذه الفترة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وفي فترة التسعينات تصاعد عدد كبير جدا وظهر عدد كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي كان ليهم الغلبة وكان ليهم السيطرة وكان ليهم القوة والنجومية من خلال مباريات القمة. إذن مباريات القمة دائما وأبدا كانت مولد نجم. مولد نجم مش في اللعيبة فقط، لا، مولد نجم كمان كان على إطار المدربين. لأن على مدار التاريخ مدربي النادي الأهلي دائما في مباريات القمة دائما بيكون لهم طابع خاص، دائما بيكون لهم يعني شكل خاص مع جماهير النادي الأهلي. دائما وأبدا جماهير النادي الأهلي بترتبط ببعض المدربين في مباريات القمة. في فترة التسعينات كان موجود راينر هولمان وكان موجود راينر تسوبل، لكن مع بداية الألفية الجديدة الساحر البرتغالي مانويل جوزيه كان ليه إطلالة مختلفة في مباريات القمة، وادى طبع وشعار لمباريات القمة مع نادي الزمالك جعل جماهير النادي الأهلي تفتخر كثيرا جدا 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 بفريقها تحديدا خلال هذه الحقبة. لأن خلال هذه الفترة وانت بتلعب الزمالك على المستوى المحلي أو بتلعب الزمالك على المستوى الإفريقي بتشوف فريق من أول دقيقة لآخر دقيقة مش بيسعى للفوز بس، لا، بيسعى للفوز وإحراز أكبر عدد من الأهداف والخروج بأكبر نتيجة ممكنة. ده الجزء اللي اختلف فيه مانويل جوزيه عن أي مدرب تولى تدريب النادي الأهلي في السنوات السابقة. وانت بتبقى كسبان الزمالك 6-1 كان يدخل مستر مانويل غرفة خلع الملابس ويكون مستاء جدا ان النتيجة ما زادتش عن كده وان الفريق اهدر العديد من الفرص في اللحظات الأخيرة وفي الثواني الأخيرة. إذن مانويل جوزيه من أساطير مباريات القمة على المستوى التدريبي، لأنه خلق فرصة معينة أو خلق عقيدة معينة لدى جمهور النادي الأهلي ولدى لاعبي النادي الأهلي والأجهزة الفنية المتعاقبة أن النادي الأهلي دائما وأبدا سيكون رقم واحد وجاهز للفوز في أي مباراة للقمة. فاز على الزمالك ذهاب وإياب في دوري أبطال إفريقيا موسم 2005 عندما توج في النهاية باللقب على حساب النجم الساحلي التونسي. لكن النادي الأهلي تحديدا مع أساطيره ومع مدربيه كان ليه شكل مختلف تحديدا خلال الألفية الأخيرة وتحديدا خلال آخر 30 سنة. المدرسة الألمانية في نهاية التسعينات وكمان المدرسة البرتغالية في بداية الألفية الجديدة، ومسيرة كانت مميزة مع البرتغالي مانويل جوزيه أمام نادي الزمالك تحديدا سواء في مباراة الدوري أو حتى مباراة الكاس والسوبر والبطولة الإفريقية. حدث استثنائي وعلى مدار اليوم هنكون معاكم لحظة بلحظة لتغطية هذا الحدث. لكن بالتأكيد فقرة الأساطير معايا فيها ضيف متميز، لأن هنتكلم معاه عن أساطير القمة سواء لاعبين أو حتى مدربين أو حتى الصحافة. وقتها لما كانت الصحافة بتكتب حاجة عن القمة ازاي كان المنشط بيبقى أسطورة بالنسبة للجمهور، ودلوقتي تعامل الإعلام والصحافة ازاي مع مباراة القمة. أخرج